أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا الضيوف أحمد وجورج وليس، خلونا نرحب فيهم بالبداية. نبدأ من اليسار على الشمال، قصدي من الشمال على اليمين. أحمد، أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، مرحبا جان، واهلا بمشاهدينا الكرام الاعزاء، واهلا جورج وليث، اهلا وسهلا. أهلا وسهلا جورج، أهلا وسهلا فيك أحمد. أهلا ليس، أهلا فيك. أهلا 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 بالمشاهدين الكرام وبكل المجاهرين والمجاهرات، أنا فرحان كثير أن أكون معكم في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك ليس. على كل حال أصدقائي، ليس أول مرة بيكون معنا بالبرنامج، وأنا بتمنى يكون مجاهر يعني في المرة القادمة. ليس وجه النمر، وجه الأسد الحقيقي يعني الحلقة شكرا شكرا. طبعا أصدقائي، مثل ما بتعرفوا أنا كنت مشغول هالفترة هيك، لو لسه عندي شغل أسبوع أسبوعين كمان، ولكن الأمور مثل ما بقولوا يعني مضطرين نساوي حلقة خصوصا بهالمناسبة، يعني ما بعرف شو سميها، مناسبة ولا غير مناسبة، يعني الهجوم على السيد القمني هالقامة العظيمة. أحمد، خلينا نبدأ معك. يعني شو بتقول اللي صار؟ يعني واحد محامي فلتان مثل ما بقولوا، خطر له ينشهر، ما عنده غير السيد القمي يسوي له قضية. يعني محامي جاهل، هو المشكلة في الجهل. يعني هو أكيد ما قرأش حاجة للسيد القمني، كل اللي هو يعرفه إن هو السيد القمني بيحارب الإسلام، عدو ربنا، بيناصر الغرب الكافر، بيحرض الغرب على المسلمين، مش عارف، دي شعارات كلها يعني حاجات حافظينها. يعني هو محامي جاهل للأسف، هو دي مشكلة مجتمعنا، والجهل مجتمعنا كله مشكلته الجهل الشديد، يعني الجهل الفائع. يعني يعني أنا مستاء جدا من إن النائب العام مباشرة وبسرعة سرعة البرق حول البلاغ نيابة أمن الدولة العليا. فنائب العام اللي قبليه قتلوه الإخوان المسلمين، أو قتلوا الإرهابيين يعني والإسلاميين، ما قتلوش الملحدين يعني. فكان المفروض يركز أكتر في مع الإرهاب ومع الإرهابيين، ونقتلوا الناس باسم الإسلام وعلى بركة الله وعلى سنة الله ورسوله، بدل ما يركز مع الدكتور سيد القمني اللي هو بيكافح أصلا الإرهاب يعني. بكل تأكيد بكل تأكيد جورج، أنا بدي لوين رايح القصة؟ يعني برأيك لوين رايح القصة؟ إنه محامي قدم قضية على السيد القمني، وشايفين النظام بمصر، يعني النظام بمصر قائم على مثلا خلينا نقول مقاومة الإرهاب الإخوان المسلمين وأزاحهم عن الحكم، وبالنهاية بتلاقيه يعني عم تلاقيه متأرجح بين انه يقبل جماعة الاسلاميين الكيوت وتقدر تسميهم، يعني هن اخوان المسلمين ذات نفسهم بأقنعة اخرى، وبين الفكر الحر. خلينا نكون قضية السيد القمني لوين رايحة، لوين تصل برأيك؟ يعني تفضل. يعني اتس حاجة unpredictable، يعني ما حدش عارف ايه اللي هيحصل. هل الموضوع هيمشي زي ما مشي مع اسلام البحيري ويتنفس فعلا على حكم، يعني يصدر حكم ويتنفس فعلا زي ما عملوا مع اسلام البحيري، ولا الموضوع هيتحفظ، ولا هيعملوا زي ما طلب سيد القمني محاكمة عامة، محاكمة مفتوحة والناس كلها تحضرها، ساعتها الموازين كلها تتقلب. يعني لان فعلا سيد القمني لو اتعملت محاكمة عامة والناس كلها حضراها، سيد القمني له النصر من البداية للنهاية يعني. لكن الموضوع هيمشي ازاي محدش عارف، وخصوصا في ظل الغموض السياسي اللي موجود في مصر دلوقتي. النظام السيسي، طبعا الكلام ده على مسؤوليتي عشان الناس اللي قاعدين في مصر لا يعطلهم شيء، يعني على مسؤوليتي الشخصيه. يعني هذا النظام انا شايفه نظام ما يفرقش كتير عن نظام محمد مرسي. محمد مرسي كان نظام الاخوان، نظام السيسي هو نظام السلفيين ومدعم من السعوديه وبتاع. وخصوصا الموضوع غريب جدا، النائب العام كان لسه راجع من السعوديه وعلى طول امر بتحويل ورق سيد القمني لنيابه امن الدوله العليا، فواضح ان في تحريك من السعوديه لحكومه السيسي ان هي تاخد قرار في الموضوع سريع.
واضح جدا يعني الموضوع واضح، مش محتاج بقى يعني لا هي مش نظرية مؤامرة مثلا ولا حاجة، الموضوع واضح جدا لأي حد بيقرأ الطالع السياسي يعني. فايه اللي هيحصل دي حاجة unpredictable يعني، مش عارفين لسه. عشان كده اللي احنا بنعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي يعني، بنحاول ندفع الدفة في اتجاه ان هم على الأقل خالص يحفظوا التحقيق او يحفظوا المحضر يعني، لأن الراجل الكبير في السن وما يحتملش اي بهدلة في السن ده. صحيح صحيح، هو بصراحة يعني ما بعرف مين من يستاهل المحاكمة. ليس خلينا معك، برأيك مين يستاهل المحاكمة؟ يعني الإرهابيين الأزهريين اللي بيدرسوا أكل لحم الأسير وقتل تارك الصلاة، وهل هل نوع من الإرهاب هذا مين يستاهل يتحاكم يعني؟ وتفقيع العيون، وفيه كثير من كلام يدرسوها الشيوخ. أنا أظن أن هذا هو السؤال المهم والأجمل، لأنه ممكن نستغل فرصة المحاكمة الغبية التافهة، لأنه ما هي تهمة هذا الرجل البطل المكافح في نظري؟ هي فقط تعرية الكهنوت الإسلامي، فقط كان كاريكاتير جميلة لأخونا أم 80. صراحة هي التهمة الوحيدة. الرجل كتب كتب وله مقالات وله كلام أكاديمي علمي محترم بمراجع بمصادر. حبيت ناقد الشخص، ناقده ببحث أكاديمي بعلم بفكر. ما هي الفائدة من المقاضاة؟ ما هي الفائدة من اتهامه بالإزدراء أو بالعمالة؟ ما أمر تافه للأسف، وصراحة يعطي صورة مشمئزة للمجتمعات العربية. مجتمعات ما زالها تحاكم مفكريها وتترك شيوخ القتل يتكلموا في القنوات، تترك شخص يشرح لي كيف كانوا يقطعون الرؤوس، أو كيف كانوا الأمراء يتعاملون مع السرايا ومع الغنائم. شخص يشرح لي أن الجهاد كان ممكن أكون برأسين أبيعهم في وقت الحاجة، وكل هذا الأمر ما فيه تعجيل وما فيه حكم وما فيه ازدراء وما فيه قتل. غريب غريب، هذه المجتمعات مجتمعات تمشي على رأسها بكل بساطة. من يحض على القتل في أي دولة من دول محترمة، لما شخص يحض بالقتل على شخص يحال أمام المحكمة، إلا عند دولنا ما في إشكال، شيوخ لهم كل الحقوق. لكن شخص يقول فكر ويقوم بأبحاث أكاديمية يكفر يهدد ويحاكم. ما هذه المجتمعات يا أخي؟ فيقوا فيقوا. ما في صوت عندك؟ للأسف عم بقول للأسف الشديد يعني شعوبنا في غيبوبة طويلة، والمشكلة أظن بدها مدفع حتى تفيقها يعني. طيب أحمد، خلينا بدي أسألك، ليش كل هالرعب هذا من المفكرين؟ شو القصة يعني؟ يلا أمس شفنا بالأردن حتى يعني في شاب أظن وضع صورة، أنا كنت عاملها فيديو، وظيفة الله في الجنة، كمان سووا عليه قضية، واليوم هالكم يوم كمان شفنا سيد قمني. ليش هالرعب هذا من المفكرين؟ لأن أي كلمة من المفكر كلمة حرة فيما يتعلق بالأديان بتشكل خطورة كبيرة جدا على دينهم، وهم الدين إن هم ورثين من طفولتهم إن الدين ده دينك كدينك لحمك ودمك، الدين ده أهم حاجة في الدنيا، الدين ده أهم حاجة في الحياة، الدين ده غالي جدا، الدين ده هو شرفك، الدين ده، وحاجات تلقنوها وحاجات عمالين يرددوها من طفولتهم. فالعصبية الغبية الحمقاء للدين بتدفع الناس إنها تكون عندها حساسية شديدة جدا من أي حد ممكن يقضي على الدين ده. فعلا كلمة واحدة من مفكر ممكن بتعمل كتير في الدين، بتهز الدين، لأن يعني الدين ده هش، الدين هش ونقط ضعفه كبيرة جدا. وبالتالي أكيد لازم يعني هم كمان يتعلموا إن أحسن وسيلة للدفاع عن الدين هي الإرهاب والتخويف والسجن والقتل وكل الحاجات دي. فهم اكيد ده متوقع منهم يعني، وهو دي هي دي ردود افعالهم اللي احنا حافظينها يعني.
بس السبب ده هم بيخافوا من القمني وبيخافوا من اي مفكر خاص. أكيد أكيد. جورج بدي أسألك، يعني مثل ما قال ذكر أخوي أحمد إنه وسائل الإرهاب بيحاولوا يقمعوا أصوات الناس، وكلنا بنعرف الوسائل هي نجحت إلى أبعد الحدود يعني في الماضي. برأيك إن إحنا في عصر الإنترنت، هل ممكن تنجح الوسائل هي بهالعصر هذا ب 2016، يعني من 2010 وأنت طالع ممكن تنجح الوسائل هي؟ وليش إذا ما ممكن ليش ما ممكن؟ يعني تفضل. نظرة تاريخية تقول لك على طول ان الوسائل دي حتى لم تنجح في الماضي، يعني حتى في العصور في القرون الوسطى حتى هذه الوسائل لم تنجح، قد تكون حققت نجاح لفترة زمنية قصيرة او في بعض المواقف، ولكن زي ما احمد بيقول الناس دي ما عندهاش اي فكر والدين ضعيف وهش جدا لدرجة ان نقد بسيط جدا بيرعبهم، لان هو يعلم جيدا داخله ان النقد ده صحيح والنقد ده يضرب الدين في مقتل، عشان كده ما بيحاولش ان هو يرد عليك لانه عارف ان هو ما عندوش رد، يحاول ان هو يقمعك او يخرسك يخليك ما تتكلمش، لكن مجرد الكلمه ما بتتقال ما تقدرش، الكلمه عامله زي الرصاصه مجرد ما بتطلع ما بترجعش تاني، فمجرد الكلمه ما بتتقال سواء انت اقمعت اللي قالها بقى قتلته وسلخته قتلت كل اللي سمعوها، برضو في ناس تانية هتسمعها غيره والموضوع هينتشر وما نجحش في القرون الوسطى، ودليل ان اوروبا خرجت من عصور الظلام بعد القمع الكبير اللي الكنيسه عملته والانكويزيشن والمحاكم التفتيش اللي عملتها، في الاخر برضو لم ينجح كل هذا وخرجت اوروبا من عصور الظلام. النهارده الموضوع اسهل بكتير لان اوروبا خدت مئات السنين وعشرات السنين عشان تخرج من الحاله دي، النهارده الموضوع بقى سهل جدا، يعني زمان تقرا القصص وقت الانكويزيشن ازاي الناس كانت بتنقل الكتب ويحط الكتب على حمار ولا على بغل ويحاول يسافر بيه مكان تاني، والعساكر اللي يقابلوهم في مكان وياخد يسرقوا ما ياخدوا منهم الكتب ويقتلوهم، والكتب تقع في الميه مكتوبه بحبر يبوظ، كان صعب جدا نقل المعلومات يعني، ومع ذلك نجحت الثوره الاوروبيه. النهارده انت مش لا محتاج تحط الكتب على حمار ولا محتاج تسافر شهرين ثلاثه عشان توصل البلد اللي جنبك، النهارده الحاجه بتحصل في ثواني بتكون وصلت للعالم كله. فالنظام ده الى زوال، يعني الافضل ليهم ان هم يرضخوا لقوه العقل وقوه العصر، غير كده يعني سيسحقهم التاريخ بخسائر كبيره جدا عليهم. بالضبط بالضبط. هو سحق التاريخ يعني شو بقي فيه؟ ما اظن بقي فيه شيء. ليس خلينا بدي اسالك سؤال، شو بيعني انه يجي يعني مفكر بحجم القمني يوقف امام القضاء ويقاضوه على افكار هو يعني كلها، حتى القاضي ذات نفسه بيتنكر، يعني لما بقول العبوديه ما في شخص في هالوقت هذا، حتى المشايخ بيقول لك نحن ضد العبوديه، يعني بمعنى العمل العصري هو الموجود بين الناس يعني غير الموجودين عند داعش طبعا. برأيك شو معناتها، شو بتعني انه مفكر كالقمني يوقف امام القضاء؟ تفضل. صح، ملاحظة جيدة. اذا عندي تعليق فقط على السؤال اللي من قبل، اولا نشكر الكنيسة على المحبة الجميلة اللي اعطتنا في القرون الوسطى، المحبة الجميلة والكبيرة. وكان لي تعليق بالنسبة للديانة اللي بالنسبة أنه حتى في العصور الوسطى لم يمكن القمع، في العصور الوسطى حدثت الثورة وهي ثورة الطباعة، والإمكانية طباعة الكتب هي اللي أمكنت أن الأفكار تتواصل. اليوم عندنا ثورة أقوى بكثير منها وهي ثورة العالم الفضائي والافتراضي، وهذه الثورة أقوى بكثير كما قال الأخ جورج. إذن أنا أظن أنه هي في طريق الزوال وبدأت بالزوال ولا محالة من الزوال، ونحن كلنا في جزء من هذه الثورة وجزء من هذا المرور القدم. بالنسبة لي شو يعني أنه مفكر من أجل أفكار عصرية، هذا مهم لأنه مش داعشي السيد القمني، مش إرهابي أو إنسان يطلب بقتل الناس، فقط فكر تنويري يقول للناس خذوا أمور جيدة من دينكم، حط لا تشغلوا النصوص المدنية، فقط اقرأوا للرجل واسمعوا الرجل. هو أمر بقتل الناس؟ أمر بزهق دماء؟ لا لا، هو يأمر فقط بالفكر والعقلنة وأخذ ما يمكن
أن يكون في مطابق للعصر. أنا بالنسبة لي هذا دليل على مرض المجتمعات هذه، دليل على مشاكل دستوريتها، على لأنه مثلا تأخذ دولة مصر موقعة على ميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت قانون ازدراء الأديان وقوانين قمعية وقوانين تحط من الحريات، ازدواجية في المعايير لا معنى لها. بالنسبة لي هذا دليل وإخراج على ضوء الساحة للمشاكل داخل دستورات المجتمعات هذه، داخل أفكار المجتمعات هذه، داخل المشاكل السياسية أصلاً في الأزهر. نظن أنه كلنا لما رأينا، أنا شخصياً صدمت بما يدرس في الأزهر، لأنه مشايخ الأزهر يأتون ببدلة جميلة ملونة بحنق وذقن لماع في التلفزيون، يتكلم لي على الدين والمعاصرة، وأمرت أن أقاتل الناس ليسوا الناس، وأمر هو ولم يؤمر الناس، وكل هذا الكلام جميل. تفتح الكتب تصدم، ترى فيها رضاع الكبير، ترى فيها السبي والغزو، ترى فيها التبرك ببقايا النبي، ترى أمور لا أساس لها ولا معاصرة لها بالأمر. أنا أتهم شخص يخرج هذه النصوص وينتقدها على الملأ، غباء، فقط غباء. آسف. طيب خلينا أحمد، يعني هل الازدواجية هاي مثلا، يعني المسلم للأسف الشديد ما بيشوف، ما بيحط حاله بنفس الميزان اللي يحط الإنسان الآخر فيه؟ يعني اليوم إذا أنت قلت محمد ما هو نبي، محمد مدعي النبوة، بتكون ازدريت الأديان أو ازدريت الإسلام بالأحرى، ومع أنه شيوخهم كتبهم ما في شيء، يعني مستحيل 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 حتى الإنسان المسلم العادي ما يزدري الأديان الأخرى، خصوصا يعني أنت بتعرف أنت مسلم وشيخ سابق، يعني لما ترى يوميا 17 مرة تردد الضالين والمغضوب عليهم، هل ازدواجية هي؟ يعني المسلم ليش ما بيشوف حاله، يعني بيحط حاله بنفس الميزان اللي بيحط الناس فيه؟ هو المسلم ضحية إسلامه، هو ما بيركزش كويس قوي في اللي هو بيعمله. يعني هو أهم حاجة عنده هو يطبق حرفيا كل اللي هو التعليم الإسلامي والتعليم المحمدي، وهو نفسه لما بيقع في تناقض بيبقى هو أصلا بيبقى محتار ومش عارف يعمل إيه هو كمان. يعني هو مش مع سبق إصرار وترصد عاوز يبقى متناقض، لأ، بس هو الدين يعني هو اللي بيخليه يبقى متناقض. احنا هنا عشان نقول لهم، يعني اخوانا المسلمين، ان الدين اصلا من اساسه باطل، وان الدين اساسا فكره بشريه قديمه ساذجه جدا، وكانت في وقتها كمان برغم قله المعلومات المتوفره وبرغم جهل الناس ايامها، لكن كان ليها رافضين كتير جدا ساعتها، وكان في جبهه كبيره جدا مثلا بتواجه محمد وتفند كلامه وتقول دي اساطير الاولين. إذا كان الناس المعاصرين لمحمد من 1400 سنة كان في ناس عندها منطق وناس عندها ذكاء كافي يخليها تكذبه وتشكك في كلامه، فإحنا أولى دلوقتي في القرن 21 إن إحنا نفهم كده، نفهم إن الادعاءات دي مش ممكن تكون سليمة، ممكن يكون في وحي نزل على محمد، ومش ممكن يكون في شخص اسمه جبريل جالب رسالة هو من دون كل الناس في الجزيرة العربية في مكة عشان يبلغه رسالة الإسلام، عشان يبلغ البشرية كلها طريق الخلاص ويشرح لهم ازاي ينجو في الدنيا والاخره وما الى ذلك، خاصه ان هو كان جاهل وما يعرفش يقرا ولا يكتب، والطرح اللي هو قدمه او القران اللي هو قراه على الناس كلام في منتهى السخافه، لا 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 يسمن ولا يغني من جوع ولا يقدم شيئا للبشريه، لا في الاخلاق ولا في الحياه اليوميه، كيف نتعامل، يعني كيف ننتج، كيف يعني كيف نصلح المجتمع، كيف كل الحاجات دي، ما قدمش اي حاجه من دي. كل اللي هو قدمه صراخ وعويل على الناس اللي هي بتكذبه، وبكاء هستيري وتباكي وحسره على الناس اللي كذبته والناس اللي مش عايزه تؤمن بيه، ووعيد بقى للناس اللي هي بتتصدى لدعوته دي بانهم هيدخلوا النار ويتعذبوا ويحصل فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، ووعد للناس اللي هتصدقوا بعمى وهبل ان هم هيدخلوا جنة ويشربوا عسل وحليب وياكلوا الحور العين ويعملوا حاجات منها. بس
على فكرة، على فكرة أحمد، أنا نسيت أقول لك نعيما، يعني أنا شفتك دقن بصراحة، يعني دي أحلى بالدقن، يعني ما بعرف دقن نعم. الخفيف يعني، طبعا مو الطويلة يعني. ما شوية وتكبر تاني. بس على فكرة اللي بيحصل مع سيد قمري ده حصل في العصور الوسطى طبعا في محاكم التفتيش، ومحاكم التفتيش عقبت كتير جدا من العلماء والمفكرين وعمل فيهم اللي بيحصل دلوقتي. والضحايا معروفين جدا ومشهورين، منهم يعني العالم الشهير جاليليو، وكان هيعدموه برضه هو كمان، مع ان البشريه بتدين ليه دلوقتي بتفض في حاجات كتير جدا. اللي بيحصل ده النهارده كان بيحصل في الوسطى، فده معناه ان احنا عايشين دلوقتي هنا في الشرق الاوسط وفي مصر تحديدا في العصور الوسطى. احنا دلوقتي عايشين في القرن 13. فنشوف بقى، يعني هو التاريخ بيقول لنا ان احنا اللي هنكسب في النهايه واحنا اللي هننجح، واللي هو العلم هينتصر في النهاية على الخرافات ديت. وأنا بسأل إخواني المسلمين إذا كانوا عايزين فعلا يعيشوا في القرن 13 دلوقتي ولا لأ. فلو هم عايزين يعيشوا في القرن 13 دول الأيفونات بتاعتهم والكمبيوترات والحاجات دي، إحنا أولى بيها والله. أحمد أنا بدي أتم معك في نفس النقطة تقريبا، يعني المسلم العادي الإنسان العادي يعني لا متدين ولا هو تارك دينه، يعني ملتزم بيته وأولاده وجامع وذكر وهالأشياء هاي، يعني لما بينتقد مثلا أو دينه بينتقد الدين الآخر مثلا المسيحيين أو اليهود أو اليهود، يعني ما بيفكر إنه يا جماعة هذول متقدمين أنا متأخر أنا متخلف، ما بفكر بهالنقطة هاي، ما بفكر إنه طب أحسن مني هن، كيف أنا يعني على أي أساس عم بنتقده؟ أكيد هو عايش الصراع ده بس مش لاقي إجابات، هو مش لاقي إجابات. فممكن يعني يفكر شوية بالمنطق ده وبعد كده يفتح القرآن يلاقي إن الناس ديت بتتآمر عليه وبتصد عن سبيل الله، ولهم الدنيا ولنا الآخرة، وزينا لهم أعمالهم فيها، وكلوا واشربوا هنيئا، لا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا تمتعوا قليلا إنكم مجرمون. و الآيات اللي بتقول على الجنة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهيلاقوا كتير جدا من النصوص اللي هي بتبرر لهم كده. ولما يستفيدوا من المنتجات الغربي في نصوص بتأيد إن الكلام ده، إن الله يعني إن ربنا بيسخرهم لينا، وإن الله ينصر هذا الدين بالرشد الفاجر، والرسول قال احنا ما امرناش ان احنا نحرث ونزرع وكده، انما بعثت لاقتل اهل الزرع واخذ زرعهم، يعني الحديث. بدي اروح عليك جورج، برايك يعني الى طبعا السيد القمي طرح فكره انه تقديم الازهر يعني بلائحه الارهاب، برايك الى اي مدى ممكن، يعني هل طرح هذا واقعي ممكن ناخذ الازهر نحطه بلائحه الارهاب؟ هو مش بس واقعي يعني، وده سؤال يعني انت مش بتسالني السؤال ده، انا مستغرب لحد دلوقتي ازاي فعلا الازهر مش محطوط على لائحه الارهاب؟ ايه اللي في الازهر مش ارهاب؟ سيبك بقى من شويه الحبشتكنات اللي عملوها دي على التلفزيونات مثلا، واحنا الاسلام بقى ودين السماحه ومش عارف ايه وما قالش الناس تقتله بس وكانت الظروف والدوله وبتاع، كل ما نهج الازهر اقراها يعني، مش عايزين مش محتاجين نروح بعيد، ازاي في مؤسسه في العالم بتدرس هذه العلوم او هذا العلوم، يعني مش عارف الكلام ده عليها يعني. هذا الفكر المتخلف وما تحطش على لائحه الارهاب لحد النهارده، ده يعني شيء فعلا يندى له الجبين وعار على البشريه كلها، مش بس على مصر، على البشريه كلها، المؤسسه دي ما زالت تعمل لحد النهارده وما زالت بتحط السم ده في رؤوس الاطفال لحد النهارده من غير ما حد يقاضيها او حد يرفع عليها قضيه. طبعا لازم تحط الرسول يعني اللي قاله احمد دلوقتي، يعني كان لطيف عليه الصلاه والسلام، يعني كان بياخد زرع الناس وبتاع. في حاجه عايز اقولها بس معلش بسرعه، عشان في ناس كتير اليومين اللي فاتوا لما كنت بتكلم عن اصل الدين الاسلامي واصل المكان اللي اتنشأ فيه والحجاز والكلام ده كله، الناس السعوديين حتى الملحدين افتكروا ان انا يعني ايه بهين السعوديه او بهين العرب،
وان انا عايش في فكره القبليه، لما بدأوا ايه ترجع فكره القبليه تبني ان انا عربي بقى وانا سعودي وانت قبطي، فما يعني ما تفتكرش ان العرب بس هم المدخل، لا ده الاباط كمان ولاد دين. ايوه الاباط ولاد دين كمان. انا مش عايش في العصور الوسطى عشان بفتخر بقبيلتي مثلا ولا حاجه. احنا عايشين في العصر الحديث ومفيش شغل القبيله ده، ما بقاش فيه اي معنى النهارده. احنا النهارده انا عايش لوحدي، انا جورج ولا اقباط ولا ما اقباطش، انا مش هروح معاهم مش هدخل معاهم خناقه. يعني احمد عايز يعيش لاحمد الانسان، جان عايز يعيش لجان الانسان. ففكره التعصب للقبليه ده، وانا بقى لا انا اهلي هم اصح ناس والاقباط احسن ناس وبقيه الناس، لا الاقباط اوسخ ناس عادي، انا ما عنديش مشكله ان اقول كده. لو عملوا حاجه صح اقول ان هي صح، لو عملوا حاجه انها غلط اقول ان هي غلط. فكون ان احنا بنطلع السم اللي جوه الفكر ده او الثقافه دي على مدار القرون، ده اللي فائدتهم هم، مش بس ان احنا مش بنستهزئ بيهم. فعلا المنطقه دي هي كانت ثقافتها كده، دي حاجه ما تزعلش حد. بالعكس انت كمواطن عايش في الدوله دي سواء ملحد او غير ملحد، المفروض تدور على ايه العقبات اللي في الثقافه دي، ايه المشاكل اللي في الثقافه دي وتطلعها عشان تقضي عليها. لان لو فضلت بتاخد حقن من الهروين طول الوقت، على ده احنا احسن ناس، ده احنا ثقافتنا احسن ثقافه، ده احنا افضل ناس، ده احنا اللي عندنا حضاره، كل المشاكل اللي عندك انت بتكلمها بتغطيها وهتفضل موجوده في القاع، لازم تطلعها وتكشفها عشان تعرف عليها. فالموضوع يعني بلاش ناخد الموضوع بالطريقه القبليه والعصبيه وانا ناسي وانت بقى مزيجي، لا انا قبطي، لا انا مش، احنا كلنا بشر، اي حاجه في اي ثقافه بتوصل قدامي بطلعها اقول دي غلط. وانا متهيألي اكتر واحد انتقد الاقباط واكتر واحد انتقد المسيحيه في جميع الملحدين اللي ظهروا منذ 2010 كان. يعيش الملحدين النصارى. على فكره جورج الصوت عندك كان عم بيقطش، فيا ريت بس الفيشه تشوفها. ليس انا بدي اوجه لك نفس السؤال، الى اي مدى يعني امكانيه تحقيق طرح السيد القمني انه ناخذ الازهر الى 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 منطقه الارهاب، نحط على لائحه الارهاب، الى اي مدى ممكن يعني تحقيقه عمليا يعني برايك؟ تفضل. هي نظريا نظن ما فيهاش نقاش، اي انسان يدرس كتب وتعاليم هذه المؤسسه يفهم انها ارهابيه بامتياز، وفيه نقاط كثيره ممكن نخش فيها. لكن انا شخصيا ما مش باستطاعتي نلوم كثير الازهر، لان انا شخصيا ارى ان الاصل في هذا الشيء هو الدين اصلا والاسلام في حد ذاته. لانه لما نتكلم على مؤسسه ونقول عنها ارهابيه، هذا يوهم السامع انه المشكل مش في الدين والمشكله في المؤسسه او الاشخاص او كتب هذه المؤسسه، لكن في الاصل هو الاسلام اللي فيه نفس المشاكل، سواء الازهر او الدوله الايرانيه او السعوديه، او هذه كلها تستنبط من امر واحد، الامر المشترك بيناتهم اسمه قران واسمه سنه، اسمه سيره، اسمه اجماع. إذن من ناحية نظرية أنا أظن أنه ما في إشكال نضع الأزهر داخل سياق المنظومات الإرهابية، لكن من ناحية عملية ومن ناحية نوعا ما استراتيجية وعقلانية، مشكلة الإسلام مقارنة مع المسيحية مثلا هو أنه لا يوجد سلطة محددة تعرف ما هو المسلم وتعرف ما هو غير المسلم، ترعى وتقرر بشؤون المسلم إلى آخر هذه الأمور. والغرب في ثقافته في نضاله مع الأديان كان دائما فيه كنائس. مثلا في فرنسا قانون العلمانية يسمى قانون تفرقة الدولة من الكنائس، إذن يجب فيه مقابل للدولة ليكون فيه فصل. مشكلة الإسلام هو أنه لا يوجد كنيسة، بالمعنى أنه لا يوجد قيادة، هذه الفكرة. والغرب حاب فكرة أو بطبعه، لأن يعني تاريخه يأمر بهذا الأمور، والتاريخ يأمر الشعوب أكثر من اللحظات أو التاريخ العميق قصدي. إذن هم بحاجة إلى نوع من الكهنوت أو نوع من القيادة تمثل الدين لكي تمكن الحوار معها والنقاش وتغيير الدين داخل الجدر. وللأسف، لا أدري إذا كان للأسف، لكن الأزهر هو اللي مع السنوات أخذ هذا الدور لعدة أسباب مش نتطرق لها. إذا من ناحية عملية، حط الأزهر في قفص الإرهاب، المنظمات الإرهابية، هو إعلان فشل هذه الاستراتيجية الغربية. إذا هذا الأمر حصل في يوم من الأيام، فهذا يعني أن الغرب فقد أمل بأن يكون له نظير في دين الإسلام للنقاش داخل الإسلام، وسيأخذ استراتيجية أخرى. حالياً
الأمر مش في هذا الاتجاه، ممكن يكون فيه قيادات ولا يكون فيه أطراف من الأزهر تتهم بهذا الاتهام ويكون فيه تحرك غربي في هذا الاتجاه، لكن الأزهر كأزهر ككل عمليا ما يظهر ليش معقول حاليا أنه يكون محطوط في قفص الاتهام أنه منظمة إرهابية. لكن أنا بودي شخصيا أنه هذه القصة ومشكلة أنها أولا تمس القانون، معنى أن المواطن يفكر في غباء قانون ازدراء الأديان. كل قوانين الازدراء وأولها الدينية في المجتمعات الغربية في طريق الزوال إن لم تزل. الفكرة الثانية هو أن المواطن يفهم أن لكل الحرية في الفكر، الحرية في النقد، أن الدين فكر كأي فكر، أنه من حقنا نكتب كتب، من حقنا نعمل مقالات، من حقنا نبحث في الأمر وفي المعتقد. الأمر الثالث اللي هو متعلق بالسؤال اللي تقولي هو أنه الغرب يتحرك الدول الغربية تتحرك في السياق أنه ترى ما داخل الأزهر، ماذا يدرس الأزهر، لأن من فيه تناقض ثاني داخل المحسسات هو أنه في نفس الوقت نستقبل مثلا في فرنسا ممثل الأزهر يأتي يعمل مع الجرائد الفرنسية نقاشات ويتكلم لنا عن الإسلام الجميل والحلو ويتكلم عن الثقافات الغربية وربطتها مع الإسلام، وفي نفس الوقت مؤسسته درس أنهم كفر فجرة بأنهم نجس. ما هذا الأمر؟ ممكن هذه تكون فرصة أن الغرب يعرف ماذا يدرس الأزهر داخل كتبه ويتحرك في هذا النقاش، وأنا متأكد أنه يمكن يكون فيه تغيير جذري داخل الأزهر. أنا لا أدافع على هذا، لأن بالنسبة لي هي مؤسسة لازم يجب عليها الزوال والفناء كباقي أمور الإسلام على كل حال، لكن أنا متأكد أن الأزهر ممكن يعمل خطوات داخلية في تنقية كتبه. لا يجب الضغط خارجي، الضغط الداخلي لم ينفع للأسف. تفضل. فكرة ليس ما أظن يعني شو بده ينقح لينقح، هو لازم يرميهم كلهم على البحر يعني شو بده ينقح يعني. صح. يعني مثل ما بقولوا الآيات المكية هي الأرحم، يعني كم الإرهاب فيها، الإرهاب ما شرط يكون في حياة الدنيا يعني. قصدي مستوى النفاق يزيد، هذا هو. أنا متفق معك أخي جان، أنا عارف أنه المشكلة في اللب، لكن مستوى النفاق يمكن أن يزيد وهذا ينزع الخطر. بقصدي مثلا تجد في الكتب أنهم سيضعون عبارات أخرى تلفيقية، الآن هو فجر وجهاد بواح، هو كتب رجعية ابن تيمية إذا ممكن نسميها كهذا. أنا أظن أنه ممكن يتجهوا أكثر في اتجاه النفاق. هذه الفكرة، هم منافقون من يوم يوم يعني، يا ريت ينافقوا نخلص يعني، خلوه ينافقوا يا أخي. أحمد بدي أسألك، يعني شفنا بفرنسا، أنا قريت خبر إنه بجريدة بريطانية إنه فرنسا منعت هاي مسألة إنه تحط حلال على المحلات مثلاً، يعني أنت فاتح محل لازم تبيع اللحم الخنزير وتبيع الكحول، يعني ما في إنه والله هذا محل مسلم ممنوع، يعني المواطن الفرنسي أيا كان بده يجي يلاقي طلبه موجود بهالسوبر ماركت، يعني إن كان لحم خنزير وإن كان المشروبات روحية أو أشياء ما بيقبلوها المسلمين. وشفنا بسويسرا منعوا المآزر. برأيك هل أوروبا بدأت تصحى، يعني بدأت تصحى لمسألة الإسلام الإرهابي هذا؟ الموضوع بتاع منع المحلات من هي تبيع أطعمة معينة وتقتصر على أطعمة معينة شمل محلات الحلال وشمل برضو بعض المحلات يبيع طعام يهودية يعني. أنا ده خبر كويس بالنسبة لي، لأن مفيش داعي إن إحنا نقعد نعمل التمييز ده. فرنسا بلد علماني، فمش مستغرب أبدا إن يكون فيها يتخذ فيها الإجراءات دي أو يتسن فيها الأنظمة دي. اكيد احمد، انا قصدي انه يعني هل بدات اوروبا تصحى، يعني تعرف الوجع انه صح انه الاسلام هو ارهابي، يعني مستحيل هالاشياء. انا عايش هون تقريبا صار لي 20 سنه باوروبا، يعني شفت كل من كل المجتمعات لما بيجوا على اوروبا بيندمجوا، يعني
لا بندمجوا بكل سهوله، خصوصا السود وغير يعني من جميع الاطياف الا المسلم مستحيل يندمج. واوروبا بالتسامح ده اصلا، لان المسلمين دايما حطوها في خانه الدفاع، لان احنا عندنا اعتقاد مبدئي وافتراض دائم ان هم بيتامروا علينا ان هم سيئين وعايزين يغزونا وكلام من ده، وشجع على كده فترة الاستعمار، شجع رسخ أكتر العقيدة اللي هي أصلا في أصلها إسلامي. فالغرب من ساعة ما الدول المستعمرة سابت المستعمرات بتاعتها الإسلامية وتخلت عنها يعني، وهو بيحاول يظهر للمجتمعات العربية الإسلامية عكس الصورة اللي بيرسموها، ويقول لهم إحنا مش أعداءكم ولا أعداء دينكم ولا كذا ولا كذا. فضلت أوروبا في خانة الدفاع دي طول الوقت. دلوقتي بقى آن الأوان إن إحنا إن أوروبا تبقى في موقع الهجوم على التخلف بتاعنا وعلى الأفكار اللي عندنا، لأن هم أثبتوا عبر السنين اللي فاتت دي كلها إن هم مش عاوزين حق، يعني مش عاوزين لنا شر يعني، وإن هم عاوزين يساعدونا إلى حد كبير جدا. ما عادش في مبرر بقى للمسلم دلوقتي إن هو يعتقد إن الأوروبيين بيتآمروا عليه. المبرر الوحيد موجود في القرآن، هو القرآن اللي عمال يقول ودوا لو تكفرون كما تكفروا، ويقول له لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وهي نصوص بالتراث المبني على القرآن كله كده، بيفترض في ان اي حد مش مسلم بيتآمر عليك وعدو يعني. كيف ممكن نقنع المسلم هذا المقتنع تماما بهالقرآن انه انا بفضل امر عليه، كيف نقنعه؟ بفضل اقنعه ان الاسلام في شنك اصلا من الاساس، اسهل من ان انا اقنعه ان هو ان الغرب ما بيتامرش علينا. وبفضل اقنعه يعني، بفضل اغير من الجذور يعني، بفضل ان انا اعالج المشكله من جذرها. بالضبط بالضبط، هو لازم يعني تفرجينا بيه اللي اخذ عنه فكره انه اشرف الخلق، تفرجيه انه هو انجس الخلق يعني، ما في غير هيك بتعطيها بوشه هيك يعني، بدون اي زواق مثل ما بتقولوا بالمصري. جورج بدي اوجه لك نفس السؤال، هل بدات اوروبا تصحى بعد يعني، هل الحركات اللي عم نشوفها حتى هون ببريطانيا يعني عم بدرسوا اظن السنه الجاي او اللي بعدها خلال 18 شهر بده يلغوا النقاب بالشارع حتى. حادثة القبض على أنجم شاودري دي أكبر مثال على إن أوروبا فعلا بدأت تصحى، لأن الراجل ده بقاله أكتر من 20 سنة. الصوت كمان في مشكلة أظن. طيب أنا هخرج وأرجع. أوكي أنا راح أوجه السؤال لليس حتى يرجع الأخ جورج، تفضل ليس. نعم، في قصة أوروبا وفي ممكن النهوض وفكرة النهوض، هي في حالة فرنسا بالذات سمعت القصة بحد ذاتها بالنسبة للمحلات ومشكلة الحلال ومحلات حلال ومحلات حرام إلى آخره من الأمور، هي فيه صراع داخلي داخل المجتمع الفرنسي وداخل الثقافة بحد ذاتها. كما قلت أنه الدولة معتادة والثقافة الغربية معتادة أن يكون هناك كنيسة وأمر يقرر ما هو تعريف هذا الدين. في حالة الإسلام لا يوجد هذا الأمر، كل الأديان اللي من قبل في طريق فرنسا للعلمانية صار فيه صدام وتغيير داخل الديانات حد ذاتها. نأخذ مثلا اليهودية في وقت نابليون في بداية القرن العشرين التاسع عشر، حدث فيه اتفاق داخل الديانة اليهودية لتغير نفسها، أعطوهم المواطنة وسمحوا لهم بنفس الحقوق، كانت أول دولة تقوم بهذا في أوروبا، لكن بمقابل تغيير عقائدي داخل اليهودية. نفس الشيء مع المسيحية في بداية القرن العشرين، وكان في صدام شاسع وواسع وقوي بين الكنيسة وبين الدولة دام لسنين. في قضية الإسلام لا يوجد كنيسة أو أمر يقرر كيف يعرف هذا الدين، وفي نفس الوقت أتوا في زمن حدثت فيه عاطفية نوعا ما مع بعد الحرب العالمية الثانية مع فكرة الديانات وحرية الأفراد إلى آخره. إذن فيه تيارين، تيار يقول
يجب على التاريخ أن يعاد وأن نفرض على الإسلام الداخلي أن نبني إسلام أوروبي وإسلام فرنسي أو على الإسلام أن يتفق مع أفكار العصر. وفيه تيار يقول لا حرية الأشخاص وهم عليهم أن يصلحوا نفسهم الداخل. المهم كل النقاشات اللي نراها اليوم والتقدمات أو التخلفات في نقاط متعلقة بهذا الجدال داخل المجتمعات الأوروبية وبخصوص المجتمع الفرنسي. بالنسبة للنهوض والفياق، أنا بالنسبة لي النقطة اللي تظهر أنه بدأ فيه صحوة هو بالنسبة للسلفية العلمية، المسمات العلمية، كان فيه خلط شديد مع تفرقة شديدة ما بين السلفية الجهادية يسموهم الجهاديين وإلى آخره ويأخذوا القرارات اللازمة، لكن تركين السلفية الدعوية على حالها كأنها معتقد عادي، كأنها حرية شخصية إلى آخره، وهذا دام مدة 10 سنين. اليوم بدأ يحدث فيه تغير في هذا الموضوع وبدأت تغلق المساجد السلفية وبدأوا يسجنوا أو يطردوا من الأرض الفرنسية السلفية الدعوية إلى آخره. أنا بالنسبة لي هذا هو أفضل دليل أنه يوجد تغيير جذري بدأ يحدث داخل المجتمعات. أضيف إلى ذلك المشكل صورة داعش والإرهاب في حد ذاته، أضيف إلى ذلك أيضا أن المجتمعات هذه مثقفة تقرأ تبحث وناس من أكثر وأكثر يقرؤون حقيقة الإسلام وحقيقة الديانة، ويوجد فرنسيين كثار مسلمون سابقون يتركون الديانة ويجاهرون بهذا في داخل المجتمع الفرنسي، يكتبون كتب مقالات لهم الحرية في هذا، وهذا أمر جميل جدا. أنا أظن أن في طريق الصحوة والمجتمعات الغربية ستكون الأوروبية بالذات ستكون الأولى في هذا الموضوع. بكل تأكيد ليس، وحتى اليوم أنا كنت عم بشوف البي بي سي ب 24 بالإنجليش، طلعوا قانون هون ببريطانيا أنه أي راديكالي إسلامي أو جهادي وطيبر يعني يسمون ينحط بالسجن، لازم يكون بسجن منعزل بعيد عن المساجين الآخرين مشان أي يسوي لهم خسيل دماغ. جورج خليني أرجع لك بنفس السؤال إذا تفضل حبيبي، آسف على المقاطعة. لا أنا الصوت واضح ولا بيقطع زراوة؟ طيب صوتك واضح تمام. كنت بقول إن حادثة القبض على أنجم شاودري دي أفضل دليل على أن أوروبا فعلا بدأت تصحى، لأن الرجل ده بقاله أكتر من 20 سنة عامل مشاكل كتير جدا. كنت بستغرب جدا ازاي الحكومة البريطانية سايباه يقف في الشارع ينادي بالجهاد وينادي بالإرهاب وينادي بتجنيد الشباب والكلام ده كله والقتل والقمع والشريعة الإسلامية اللي قاعد ينادي بتطبيقها طول الوقت، والحكومة البريطانية سايباه كده عادي يعني. فواضح ان الحكومات الغربية بدأت تصحى وتحس بالخطر الحقيقي من بعد ما الراجل ده قال ثبت ان هو جند ناس كتير لداعش، والكلام اللي بيقوله بقى ليه أثر مدمر على المجتمع البريطاني. بريطانيا بتقود منطقة أوروبا حتى لو ما كانتش في الاتحاد الأوروبي يعني، فأكيد بقية الحكومات الأوروبية هتتبع خطوات بريطانيا في الصحوة تجاه الحركات الإسلامية والدعاة الإسلاميين. ليث قال كلمة حلوة أضحكتني يعني، بيقول لك السلفية العلمية زي كده إيه النهار الليلي أو الحمار البغلي، حاجات ما لهمش حاجتين إلا الشمس القمرية. السلفيه العلميه اللي هي ازاي يعني؟ لا هو مصطلح جورج، مصطلح احنا مضطرين نتعامل معاه كمصطلح علمي يعني علم شرعي مش علمي يعني العلم الكامل. علم مفلكس اخي جورج، علم في النملات العرجاء. بصراحه انا كنت اسال ليس على المصطلح الجديد علي بصراحه يعني، السلفيه علميه انا سمعان بالسلفيه الجهاديه والسلفيه الضغطيه، ولكن سلفيه علميه يا جماعه اول مره بسمع فيها. دي بتاعت شهادات ميلاد الحيوانات، لان يعفور كان عنده شهاده ميلاد والنمل المشركه كان عندها شهاده ميلاد. جورج وعدتك باسم حمار لبريا القبطيه اسمه دلدل. أضيفه إلى القائمة. على فكرة الشيخ يعفور راح يزعل منكم، وكلكم عارفين الشيخ يعفور مين. أحمد بدي أسألك، شو رأيك بفكرة سيد القمني إنه استجلاب الاستعمار؟ يعني
في ناس كتير بقول لك هاي فكرة خاينة أصلا يعني، شو رأيك فيها؟ تفضل. هو سيد القرن بيهزر يعني، واحنا برضه بنهزر يعني، هو في حد هيرد يجي يستعمرنا يا راجل؟ ده مجنون مين ده اللي هيجي لنا هنا يقول لنا تعالى نستعمر؟ احنا هنا في مصر دلوقتي وضع اقتصاد سيء جدا، مش عايز اقول لك احنا شعب قرب يبقى شعب 70% منه تحت خط الفقر، ففكرة الاستعمار دي حلم بعيد المنال يعني. استعمار مين؟ الأمم المتحدة هي اللي هتيجي تستعمرنا بعد كده، تجيب لنا شوية رز وتأكلنا. صراحة أنا بتمنى يجوا يستعمرونا بسوريا. يعني في عنا حديقة بحلب اسمها الحديقة العامة، من أجمل يعني من أجمل معالم حلب صراحة، يعني بعد القلعة، قلعة حلب، في هالحديقة العامة، هي فرنسا سوت لنا إياها بخير فرنسا، وبعد ما طلعت فرنسا لحد اليوم ما عرفوا يزرعوا شجرة مثل ما زرعت فرنسا للأسف الشديد يعني. طيب بدي أسألك جورج، في هلا مثلا لما السيد القرني بيحكي انه انا كافر او انا اكفر بدينكم بالعبوديه بهالمسائل هي، في كثير مسلمين يعني بتنجرح مشاعرهم، وما بعرف شو الدواء، في سبيرتو ولا في شيء معقم ممكن يعني نحط لهم على جرحهم مشان يطيب يعني مشان ما ينجرحوا، شو رايك بهالكلمه هي مشاعر المسلمين؟ يا اخي طز فيهم وفي مشاعرهم، ايه بتنجرح ما تتحرق مشاعرهم. ايه مشاعرهم يعني؟ ايه مشاعرهم؟ هل مثلا لما المسلم عايز يطبق الشريعه ويقطع الايدين دي حاجه ما بتجرحش مشاعرنا؟ لما المسلم عايز يتجوز طفله عندها 7 سنين ولا 6 سنين دي حاجه ما بتجرحش مشاعرنا؟ لما يقول لك في كتب الازهر ان انت لو لو انثياك الخصيتين اتملوا ماء في نهار رمضان وقربوا ينفجروا. مش عارف ازاي هينفجروا يعني. فانت من حقك ان انت تستمني بيد طفله عندها 3 4 سنين. هل دي حاجه ما بتجرحش مشاعرنا؟ هل دي حاجه ما بتجرحش مشاعر اب عنده طفله في السن ده؟ وفي الاخر المسلم يجي يقول لك، لما واحد يقول لك انا كافر تجرح مشاعرك، تحرق انت ومشاعرك. ايه مشاعرك يعني؟ تولع مشاعرك في 60 داهيه مشاعرك. احترموا مشاعر الناس الاول عشان الناس تحترم مشاعركم. وبعدين انا شفت حلقه لحمد عبد الصمد النهارده بيتكلم فيها عن ان ازاي السيد القمني ما كانش بيقول ان هو كافر بالدين الاسلامي او كافر بالاله، هو كافر بالحاجات اللي في الدين الاسلامي السيئه زي نكاح الاطفال والعبوديه ومعامله المراه معامله سيئه. حتى لو الراجل قال ان هو كافر بالاسلام، هل دي جريمه؟ يا اخي هو حر، كافر بالاسلام كله، كافر بالاله، انت مالك؟ ايه يعني ايه دولة بتحاكم مواطن فيها عشان يقول رأيه؟ وبعدين ما هذه الدولة الغبية اللي بتحاكم مثقفيها؟ ده انت المفروض ان انت بتعتمد عليهم عشان تقيم دولة حديثة، ده المفروض ان دول يعني ذخيرة بنتقياتك، المفروض ان دول يعني خيرة ما انتجته الأمة عشان تستعملهم ان انت تطلع الأمة دي من الدمار اللي هي فيه، وما انت بتحاكمهم وبتسجنهم. ايه النتيجة النهاردة؟ ان معظم المفكرين، معظم المثقفين، معظم الناس اللي عندها رأي، معظم الناس المتعلمه سابوا البلد ومشوا، واللي ما سابهاش عايز يمشي، ما حدش عايز يقعد يعني. فانت كسبت ايه في الاخر؟ انت بتكسب دمار وبتخلي البلد مستنقع للمتخلفين والاغبياء. حتى المثقف المتكلم يا اما عايز يمشي يا اما مشي، وهو موجود جوه مش قادر ينطق، مش قادر يتكلم، فانت حاجر عليه وقافل عليه وهو جوه البلد، فلا عارف تستفيد منه هو جوه البلد ولا عارف تستفيد منه هو بره البلد. وصلت انت بقى لايه في الاخر؟ ولا حاجه. هو ده الحال اللي هم وصلوا عليه النهارده. جد جورج مثل ما قلت يعني، انا احيي الشجعان الموجودين داخل البلد مثل السيد القبني، مثل الاخ احمد اسماعيل وغيرهم، يعني انا احييهم صراحه على شجاعتهم موجودين في داخل النار ومع ذلك عم يحكوا. يعني مثل ما قلت انت يعني اغلب الناس هجت، انا من 20 سنه هجت يعني من البدايه. ما بدي اشوف شيء. طيب ليس بدي اجيك بالسؤال، برأيك يعني السيد القمني هل يحاكم أم يكافئ؟
تسأل الشخص الغير موضوعي في الموضوع. بالطبع يكافأ، يكافأ على عمله، على كتبه، على أبحاثه، على شجاعته، على كفاحه، لأنه ما بننسى إحنا أبناء اليوم أو أبناء البارحة، لكن الشخص يناضل منذ سنين وسنين، ينير العقول ويقوم بالمنتديات، أسس فكر كامل باسمه، له أتباع، له طلبة، لأثر في السياسة. الأمر واضح أنه يكافأ. وكوفئ في 2009 لما نهضت الشيوخ، قالوا جائزة الدولة، وهي جائزة علمية لا علاقة لها بالدين أصلا. وكمان لازم يكافأ أكثر من هكذا. وأنا أظن أنه محاكمة قذرة هي مكافأة لإنسان نظيف، لأنه إطلاع مشاكل المجتمع مهما كانت الطريقة هذا يسمى كفاح أيضا. كم من حلقة عملنا من هذه القضية، كم من كلام أو من منشور أذيع وكتب، كم من شخص شير الهاشتاغ لسيد القمي. كلنا نتكلم، نفكر، نتكلم على كتبه، نسمع لبعض مداخلته، حتى اللي كان لم يعرفش تماما السيد القمني سمع به في هذه الأيام. هذه أيضا طريقة كفاح. رجل كبير في السن كان ممكن ما يدخلش البلد، وكان عارف أنه كان فيه مشكل، كان ممكن يذهب الآن، لكن هو يختار الكفاح داخل بلاده. ثم يأتون ويتهموه بالعمالة، يتهموه لا يفهمون أصلا شبر من كلامه، اصلا لا يفهمون اصلا صوره وما هو المقصود من افكاره، ياخذوا كلماته. انا ايضا ممكن اخذ كلمات من عند لسان الشيوخ لما يهزروا ولما يضحكوا، واخرج بها خيانه، واخرج بها كفر وكفريات. كلنا يمكن ان نقوم بهذا العمل. المهم هو الافكار، ما كانت فكرته لما كان يتكلم عن الاستعمار. الفكره هي صعبه للمجتمعات العربيه، لكن هي حقيقه. الاستعمار فيه شر وفيه دمار، نعم، لكن كان فيه ايجابيات، كان فيه بنيان بلدان حضارة وبداية دول. هذه حقيقة صعبة مرة، لكن حقيقة، وعلى المفكر أن يكون في هذه الحدود. ما مش أمر غريب، لا نحاكم شخص ولا نتهمه بعمله دون أن نفهم أفكاره، ودون أن يكون لي أصلا القدرة العقلية والفكرية أن أفهم كلامه. أنا صراحة لما أتذكر كل هذه الأمور قلبي يشمئز، لأنه أنا الشخص أقدره كثير، وخاصة أنه معظم حياته مش هذا الكلام، معظم حياته عمل أكاديمي بحث. قليل من في الدول العربية يقوم بأبحاث أكاديمية من هذا المستوى. لما أرى في جامعات السعودية أبحاث حول عدد ترديد الكلمات أو بول البعير أو بول الذباب، ولا أدري ما هذا الكلام، والضراط ودلدل والنملة العرجاء إن كان لها نظارات كما يقول الأخ جورج، ومحمود الفيل من أي جنس كان، وماذا كان يأكل في الطريق، لا أدري كل هذا الكلام وكل هذا الوراء. وهذا الأشخاص لهم ماجستيرات ويقيمون أبحاث ويسمون بعلماء أو بباحثين. أي بحث هذا يا أخي؟ أي بحث؟ بحث في النملة العرجاء؟ بحث في سن عائشة لما بان بها الرسول؟ أمر هزلي وأمر غريب. ولما يكون شخص قليل نادر يقوم بأبحاث أكاديمية، يمضي الساعات والأيام مع الكتب مع المصادر، يمحص، يلقي محاضرات، ينير الناس، ما هي المكافأة؟ نحاكمه كأنه كافر أو كأنه صعلوك. تبا لكم يا مجتمع. للأسف الشديد. هو أنا برأيي، أنا بدي أوجه السؤال هذا لأحمد. أحمد، برأيك أنه يعني مثل هيك محاكمات في لها نتائج عكسيه على هدول اصحاب الذقون الطويله، المشايخ هدول اللي انا بسميهم عصات، يعني حيش السامعين، يعني برايك في نتائج عكسيه عليهم، ولا هن الكسبانين يعني؟ لا، في نتائج عكسيه طبعا عليهم، ومش كسبانين اي حاجه، بالعكس. يعني احنا من مصلحتنا ان يبقى في حوار مجتمعي، وفي مصلحتنا ان يبقى في جدل في المجتمع، لان ده احنا ما عندناش حاجه بنخاف منها او نخجل منها ونخبيها، بالعكس ده احنا مشكلتنا ان الناس ما بتفكرش وما بتتحاورش وبتقلد وبتمشي بس زي القطعان ورا رجال الدين ورا المشايخ. فلما المشايخ تعمل ضجه وتعمل حوار وتفتح باب الحوار والجدل، ده في مصلحتنا احنا بكل تاكيد، يعني 100%.
اكيد اكيد طبعا. يعني هن على الحالتين، يعني انا برايي بصراحه، يعني شباب برايي على الحالتين، ان سكتوا اكلينا، ان حكوا اكلينا، وشو ما عملوا يعني خلاص البساط انسحب من تحت اقدامهم مهما عملوا. يعني ان كانوا بقوا ساكتين ولا تكلموا ولا شو بدهم يعملوا يعملوا، البساط انسحب من تحت اقدامهم، والبركة بعمنا جوجل والإنترنت. يعني جورج، بدي أوجه لك نفس السؤال، في يعني في أي، خلينا نقول يعني النتائج العكسية اللي هن ما توقعوها المشايخ هذول؟ النتائج العكسية لمحاكمة سيد القمني يعني؟ بالضبط، محاكمة سيد القمني وغير القمني، يعني مثل إسلام البحيري وغيرهم. يعني في نتيجة مهمة جدا بلاحظها اليومين دول، ان حتى في ناس مش ملحدين مسلمين، اللي هو الكيوت بقى اللطيف اللي هو مسرح شعره وبتاعه وحلق دقنه، بيقول لك انا اتضامن مع سيد القمني. لما حصل الكلام ده مع اسلام البحيري طلعت ناس قالت انا اتضامن مع اسلام البحيري، فدي حاجه بتخلي الناس اللي هم على الحدود بقى، اللي هو ايه قرب او بيفكر او ما هوش منغمس في الدين قوي، يحس ان في حاجه غلط، يحس ان الراجل ده يعني حتى لو انا مش متفق معاه بس الاجراء ده اجراء تعسفي، الاجراء ده غلط، اللي ليه ما ردتوش عليه؟ طيب يعني انا عندي ثقه فيكم وعندي بتامل فيكم خيرا كبقى شيوخ الازهر ولا علماء الازهر ولا هؤلاء الحمقى والحيوانات، عندي امل فيكم ان انتوا تردوا، طب ما ردتوش ليه على الراجل؟ ايه اللي انتوا رحتوا حبستوه ليه؟ طب ردوا عليه، مش انتوا عندكم رد وانا قاعد مستني الرد بتاعكم ما ردتوش؟ فدي بتخلي ناس زي كده كتير، ودول ما اكثرهم، يعني الناس اللي هي على الحدود دي او الناس اللي هي مش متعمق في الدين، مش متسلف قوي، بيبقى الحركات اللي بتحصل دي بيبقى ليها صدمه وتاثير صادم عليه. فطبعا هم يخسروا في جميع، زي ما انت قلت، في جميع الحالات هم خسرانين وخلاص. يعني واضح ان الحرب خلصت، عامله كده زي ايام الحرب العالميه الثانيه في الاواخر بقى، لما يعني امريكا دخلت المانيا وكانوا بقى خلاص اللي هو ايه فاضل كم كتيبه هنا على كم كتيبه هنا على شويه معرفش فين، فكانوا بيخلصوا عليهم في الاواخر، بس هي الحرب انتهت، واضح ان حربنا معاهم انتهت من قبل ما تبتدي. فهم دلوقتي بيحاولوا ان هم يعني يحفظوا ما يمكن حفظه. يعني ما هم ما راح يحفظوا شيء لانه ما في شيء نحفظ بصراحه، يعني ما عندهم ثلاجات، مثل ما عندهم مخترعين للثلاجات يحفظوا فيها يعني ماء وجههم على الاقل. طيب ليس، انا بدي طبعا، انا بعرف اخي احمد واخي جورج هذول ممنوع اصلا نطلع فوق الساعه، بقى لنا 4 دقائق، راح اخذ كلمه اخيره منك ليس وبعدين ارجع لاخوي احمد وجورج بعدين، تفضل. تمام، ما حتى احنا فوق رؤوسنا شجعان وابطال. انا ككلمه اخيره اقول انه علينا بالنهوض، علينا بفتح الاعين، يجب علينا تغيير مجتمعاتنا جذريا. نحن هنا نظن، نرى، متأكدين أن الإسلام هو لب كل المشكل، لكن حتى المسلم الذي يريد أن يكون له معتقد وإيمان يمكن فهم أن قانون مثل قانون ازدراء الأديان هو قانون غبي، لا تحتاج أن تكون ملحد لفهم هذا الشيء، لا تحتاج لتكون ملحد أو لا ديني لتفهم أنه أمر غبي ورجعي أنك تحاسب أو تشارع إنسان لأنه يطلب بالتنوير وهو ضد العبودية ويتكلم على نصوص رجعية وتخلفية، تحاكمه وتضعه في السجن، ما تحتاج تكون لا ديني. أنا أظن أن أغلبنا كمجتمعات علينا أن نفيق ونفتح الأعين ونعيش في زماننا، نعيش في عصرنا، كفانا هراء، كفانا رجعية، كفانا غباء، كفانا جهل بكل الأسس اللي تقوم عليها أي حضارة. نحن دائمون إلى الهلاك بهذه الأفكار. فيقوا فيقوا يا عرب. شكرا ليس، شكرا. وبالفعل يعني أفيقوا أفيقوا، كفانا انحطاطا، شوهتونا، شوهتوا سمعتنا يا راجل. أحمد، كلمة أخيرة حبيبي بهالموضوع هذا، تفضل. كالعادة يعني بحب أقول برضو إن أنا بتفق مع جورج تماما في إن هي هانت، وإحنا كده يعني هو في إحنا في الختام، يعني هو ده مسك الختام مع الإسلام، يعني ده مسك الختام في الحلقة بتاعتنا برضو. أكيد أكيد أكيد، يعني أنا بصراحة أضم صوتي لصوت جورج، ويعني احتمال يعني ما 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 في بكرة لا الإسلام نمحي، بس أكيد خلال 10 سنين أنا متأكد سنقول له باي باي
الى جهنم وبئس المصير في مزبلة التاريخ يعني. جورج، كلمة أخيرة حبيبي. كلمة للدكتور سيد، احنا وراك يا دكتور، وهنفضل نتكلم لحد ما محنتك تنتهي، ومش انت بس، اي حد تاني هيتحط في مكانك، اي حد تاني هيتحط في نفس المشكلة، احنا وراك. هنفضل ندافع عن الفكرة، احنا لا نتكسب اي شيء يعني، ولكن هي بدافع الانسانية، احنا هنفضل ندافع عن اي واحد يتحط في اي موقف زي كده بيحجر على حريته ويحجر على تعبيره. وبعدين نداء للناس اللي في دولة زي مصر اللي لسه عندهم امل في البلد، بدل ما تفتحوا 5 ساعات هوا في الاسبوع ولا 10 ساعات هوا في الاسبوع لواحد جربوع زي توني خليفه، افتح 2 ساعة هوا لواحد زي احمد حركان. لو انت عايز تعمل تغيير فعلا، افتح 2 ساعة، خلي الناس دي تتكلم. الناس دي انت غبي ان انت بتخرس هذه الاصوات اللي ممكن تعمل لك فعلا اصلاح لو انت عايز تعمل الاصلاح، بدل ما تفتح 2 ساعات الهوا لجربيع يجوا يحشوا مخ الشعب بتاعك شغل التخلف بدل الفيلم الاسطوره ولا مسلسل الاسطوره. طلع واحد زي احمد حركان 2 ساعة هوا في الاسبوع يفهم الناس حاجه، طلع واحد من المثقفين افتح له 2 ساعة هوا على حساب الدوله يفهم الناس حاجه، لو انت عايز تعمل فعلا نهضه في هذا الشعب، والا ما تكلموناش بقى عن نهضه وما تكلموناش عن وجع القلب ده تاني. شكرا. وليش يعني اسال جلده الحنفيه المغفره لي ولكم. اكيد اكيد، انا بشكرك رسول جلده الحنفيه يعني من دعاءاتك، وانا يعني بتمنى كمان برنامج الجهر بالالحاد يعطوه 2 ساعة كمان على اي قناه بقى يعني. طب انا بشكركم اصدقائي، وانا اسف كثير انه ما استقبلتنا التعليقات والسكايب، لانه بصراحه عندي 3 ضيوف والوقت ضيق، فلذلك يعني والموضوع كبير يعني ما اظن نكون غطيناه، ومحتاجين ساعات إضافية حتى نغطي الموضوع. على كل حال لقائنا معكم قريب، وأنا راح أبدأ بسلسلة علمية راح أبدأ فيها بالضوء عدة حلقات، بعدين ننتقل للماء إلى النار إلى غيرها يعني. بشكركم كثير أصدقائي، بشكركم كثير أحمد جورج ليس، كثير بشكركم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة أصدقائي.